بعدين كان شغالين في الميكانيكال مينتيننس، خلصنا طبعا شغل الاوبريشن والاوبريتور، هنبدا في كورس ميكانيكال مينتيننس السنه الجايه. فعندنا طبعا عملنا قبل السابق صينا الفايس او البيتش فايس، واليوم بس جديد هو الفالفس. الفالفس ده يعني سمان، سمان. What's the meaning of the fault? The fault is mechanical device that controls the flow of fluid and pressure. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان الفالف او الفالف اثنان عباره عن جهاز ميكانيكي بيعمل تحكم للفلويد للسائل وللبرشر وللضغط. ده تعريفه. خلاص هو جهاز ميكانيكي. طيب الفالف دوت له انواع وله وظائف وله اجزاء رئيسيه. اول شيء بناخده الوظائف بتاعت الفالف. الوظائف حق الايه؟ الفالفس اللي هو الفالفس فانكشنز. الفالفس فانكشنز. بعد كده البيزك بالكس، الاجزاء الرئيسيه في اي فالف. اي فالف في اجزاء رئيسيه ما بتتغيرش من فالف الى فالف اخر. بعد كده تايبس اوف فالفس. تايبس اوف فالفس يعني الانواع بتاعت الفالفس. بعد كده هناخد الفالفس مينتيننس، الصيانه الميكانيكيه او الميكانيكال فالفس مينتيننس، الصيانه الميكانيكيه للايه؟ للفالفس. اول شيء هنتكلم عنه الفالفس فانكشنز يعني الوظائف بتاعه الفالف. اول حاجه ستوبنج اند ستارتنج فلويد فلو، يعني بيعمل فتح وغلق للفلويد. الفلويد ده هو السائل اللي بيتحرك داخل البيب او البايب. خلاص في اي بايب لاين، اي خط بايب، تمام. الفلويد دوت يعني السائل اللي بيتحرك. السائل ده، السائل ده انواع ممكن تحصله بترول فلويد، ممكن تحصله ووتر فلويد، ممكن تحصله كيميكال فلويد، حسب السائل نفسه اللي بيتحرك وبيعمل فلو داخل الايه؟ فلويد، فلو داخل الايه؟ الماية. طيب تاني حاجه في الفانكشنز الفيلينج سرتلينج ذا مونتين اوف فلويد، كيفيه ان هو بيعمل اختناق او احتباس للفلويد داخل البايب لاين، تمام؟ طيب بعد كده كنترولينج الديريكشن اوف فلويد فلو، ازاي بيغير الاتجاهات او بتحكم في الاتجاهات دايركشنز. بعد كده ريجليشن داونز سيستم اور بروسيس بريشر. ريجليتنج داون بتعمل عمليه ايه؟ تخفيض. ريجليتنج داون بتعمل عمليه تخفيض للسيستم اور بريشر، يعني السيستم بتاع الضغط بيعمل له عمليه ايه؟ تخفيض. وده كله هنشرحه بالتفصيل. بعد كده ريفليشن كومباوند اور بايبنج اوفر بريشر، بيقول لك هنا ان انت ممكن تعمل تخفيض برضه للضغط الايه؟ الزائد. ده كله بنعمل عن طريق الفالف. ده كله بيتعمل عن طريق الفالف اللي هو مرسوم جوه الاجزاء، وهنشوفه على الطبيعه وهو متبطل. خلاص؟ يبقى دي الوظائف الرئيسيه بتاعه الفالف، ان هو بيعمل عمليه اوبننج وستارت، اوبننج وكلوز. بعد كده بيعمل عمليه سوريتلينج، بيعمل عمليه اختناق. بعد كده بيعمل عمليه ريجليتنج داون. بعد كده بيعمل عمليه ايه؟ ريفليجنج. بيعمل عمليه ايه؟ تخفيض للضغط للبرشر. طيب ده الوظائف بتاعته. بعد كده عندك البيزك بارتس، لا الاجزاء الاساسيه، تمام. لو هنبدا من الحاجات المهمه، الاشياء المهمه، هنبدا بايه؟ من السيدي.
بعد كده البادي، بعد كده الديسك او الجيت، بعد كده ستيب، بعد كده البولت، بعد كده الباكينج، وبعد كده الهاند بول. لو جيت للسيت هنا عباره عن جزء داخل الفرز من الداخل، لما الجيت يطلع لاعلى يرتفع لاعلى بيكون هو موجود داخل ما يتحرك مع الجيت، عباره عن مقعد ده. هو دوت اللي بيتحمل الصدمات اللي بتاعت البرشر اجري فلويد. فممكن تلاقي التصنيع بتاعه والماتيريال بتاعه مختلف شويه عن البادي بتاع الفالز نفسه. فدايما على طول بيكون مثلا لو انت عندك اثر الفلويد اللي بيتحرك داخل البادي، لو انت عندك كيميكال فلويد مواد كيميائيه فدايما هيبقى ده هاي كربون ستيل او هاردنس ستيل، هيبقى عشان تاكل عشان ما يحصلش كوريجن في الجزء اللي هو بتاع ايه؟ سيد دوت. تمام؟ طيب بعد كده عندك البادي كام بتاع الديسك، بعد كده عندك الديسك الاسطوانه او الجيت اللي هي البوابه بتعمل اوبننج وكلوز، بعد كده عندك الايه؟ ستيل بيطلع لاعلى وينزل لتحت ومسكر عليه ايه؟ جيت. خلاص؟ بعد كده البوليت اللي هو الغطا، حتى في السياره غطا كفر الموجود على ستيل. بعد كده الباكينج، الباكينج ده بيحدد لك المشوار الحركه الاعلى والايه؟ والاسفل، يعني انت عاوز تظبط ان هو يسكر هاف اوبن، فبتتحكم عن طريق الايه؟ الباكينج، عن طريق الايه؟ عن طريق الباكينج اللي هو الماسك اللي بيسكر على الايه؟ على ستيل. خلاص؟ بعد كده عندك الايه؟ الهاند بول، الهاند بول دوت اليد اللي بتحرك ستيل، اللي بتحرك الجيت، اللي بتعمل تسكير على الايه؟ على السي، على الجزء اللي هو ايه؟ سبريت اللي هو من ايه؟ منفرد داخل الايه؟ الفالف. تمام؟ خلاص؟ فانت حاجه اول حاجه خدتها الفالف فانكشنز، بعد كده البيزك بارتس. طبعا الاجزاء دي كل شيء هو اثناء الصيانه العملي هنشرح بالتفصيل، يعني كل حاجه بالتفصيل. خلاص؟ فده درس يعني ايه؟ يعرفك بس يعني ايه فولفس. خلاص؟ بعد كده بعد تايبس اوف فولفس البيزك بارتس، بعد كده تايبس اوف فولفس، انواع الايه؟ الفلفل. انواع الفلفل. الفلف البادي من الخارج ممكن تلاقيه شكل واحد، بس من الداخل الشكل بتاع الجيت او الديسك من الداخل هو اللي بيحدد الايه؟ هل هو اوبلوب فالف كروي؟ هوريك انا. ده الايه؟ ستيل والجي بوابه او ديسك، الشكل دوت بلو او جي او بول او اي شكل من الاشكال اللي بيحدد الفالف دوت الشكل بتاع الايه؟ جي دوت. خلاص؟ هل هو شكله بلو بيضاوي؟ هل هو شكله بول كروي؟ حسب الشكل بكل اسم، وكل نوع وكل شكل له وظيفة معينة في عملية تخفيض البرشر وفي عملية السرير. خلاص؟ طيب لو نروح عندنا في بلوم فاضي اللي هو الشكل الايه؟ الكهرباء، وفي الايه؟ جيت ايه؟ جيت فالف، وفي البلاك فالف اللي هو الايه؟ فيشة، وفي البول اللي هو شكله من داخل كهرباء، وفي النيل اللي هو فالف اللي هو الابره، وفي بيتر فراي فالف اللي هو الفراشه. خلاص؟ وفي داي فريم فالف، وفي البنش فالف اللي هو الجرس، وفي الشاك فالف. خلاص؟ اللي هو بيعمل عليه ايه؟ تحقيق او تفتيش.
تمام؟ بعد كده عندك السيفتي او الريليف فالف، وبعد كده في الاخير عندك الريديوسنج فالف. كل واحد من دول له وظيفه معينه حسب استخدامه على البايب لاين، على خط البايب اللي هو بيستخدموه في شركات البترول. فمهم جدا الفالف دوت له اهميه كبيره خالص. طيب انت كده عرفت الفالفز فانكشنز، وعرفت البيزك بارتس والتايبس اوف فالفز، وقبليها عرفت يعني ايه وذا مينينج اوف ذا فالف، يعني ايه فالف، وده الشكل الايه مرسوم. لكن انت عندك الاساس اللي هو الحقيقي اللي انت شغال عليه، تمام؟ بعد كده عرفت الانواع ووظيفته واجزائه، فبتخش على كده على بعد كده على الايه فالفس مينتنس. الفالفس ايه مينتنس او ميكانيكال فالفس مينتنس، صيانه ميكانيكيه للفالف. اول حاجه او اول شيء اوز انسبكت يور فالف تو ميك شور نو دامج اكور ديورينج شيبنج. يعني بيقول لك انت جاي تشتري الفالف، تتاكد ان هو ما فيش اي ايه اي دمج اي ايه كسر، هيكون سليم. طب انا اعرفه ازاي؟ يبقى انا عندي في حاجه اسمها سيرتيفيكيت لكل جزء او اله ميكانيكيه شهاده، وداخل الشهاده دي في حاجه اسمها ديسكريبشن، الوصف. الوصف ده انا اللي كاتبه ومحتاجه فبكتبه وانا بشتريه. فلازم يجي لك الفالف بالايه؟ بالشهاده دي. خلاص؟ وداخل الشهاده موجود ايه؟ ديسكريبشن، الوصف. يقول لك مثلا تايب اوف ماتيريالز، يقول لك مثلا السايز بتاعه، قوه التحمل. فبشرح لك زي شهاده كده، بشرح لك المواصفات الديسكريبشن بتاع الايه؟ بتاع الفرن ده وانا بشتريه. وبعد كده بشيك عليه بالدمج. خلاص؟ بعد كده وانا في الصيانه كلين بوث ذا فايف اند ذا بايب لاين، بننظف الصمام وخط الامان تنظيف. خلاص؟ وده النظافه ديت معروفه من ادوات النظافه اللي بتستخدم في عمليه التنظيف. تمام؟ بعد كده انستول ذا فالف ان ذا وير اورينتيشن، يعني بقول لك هنا قم بترتيب الصمام في اتجاهه المناسب. خلاص؟ اورينتيشن ده في الايه؟ الاتجاه المناسب. طيب بعد كده يعني انا ممكن يكون عندي فالف اتجاهه على صوب على زاويه 45 مش كل قايم زاويه 90. الديزاين بتاعه في الكود يقول لك ان هو على 45، تمام؟ انا ممكن وانا بسكر وانا بعمل فيكسنج للفرف دوت ممكن اعمله على زاويه 90، يبقى انت اشتغلت ايه؟ في اتجاه خطا. فبيأثر على ايه؟ على الفلو فلويد، على سريان السائل اللي داخل البحر، تمام؟ فانت لازم تلتزم بالاقوات المطلوبه منك. بعد كده ميني كنترول فالفز كان بي انستول ايزر فيرتيكالي اور هورزنتالي ديبندنج اوف ذا فلويد دايركشنز. بيقول لك ممكن ترتيب عديد من الصمامات عمودي راسي حسب الايه؟ الاتجاه المطلوب. تمام؟ لان ممكن يكون عندك فرع رئيسي طالع منه كذا ايه؟ فرع. طالع منه ايه؟ كذا فرع. خلاص؟ مفهوم كده؟ طيب. بعد كده نشوف بايبنج هاز امبول سبورت اند از بريبرلي الاين ويز ذا فالف. يقول لك اتاكد من وجود ادعامه كافيه للفالف. الفالف دوت انا ما تيجي تثبته، تثبته على ايه؟ على طابور او ستان، اي ستان او اي طابور حسب ما انت ايه بتثبت. لازم يكون على ليفل مدعم، على ليفل مستوى ايه؟ كول ستريت. كول ستريت مش في اي ميول، لان الميول ده بتاثر على الفالف وعلى الايه؟ الفلو فلويد. خلاص؟
بعد كده provide the bar with enough headroom to accommodate normal operation as well as be accessible for maintenance. يعني بقول لك ايه؟ وفر مساحه كافيه عشان تقدر تتحرك فيها اثناء الزياره عند الفرفورت. يعني لا تركب وتعمل اي شيء يغير المساحه اللي صوب الايه؟ الفرفورت. ده حاجات اتباعات لازم نتخذها، اجراءات نتخذها اثناء عمليه الصيانه، لكن الصيانه نفسها واللي بيحصل داخل الصيانه وازاي نعمل مينتنس للفرف ونشوف وازاي نعرف الاخطاء وازاي ان احنا نعالج الاخطاء ده هشتغلوا عنه. هشتغلوا ايه؟ عنه. طيب انا دلوقتي عاوز اشرح لك حاجه بسيطه. انا دلوقتي عندي بايب لاين في اي ايه؟ في اي شركه. البايب لاين شيء مهم جدا في اي شركه. عشان تسوي البايب لاين ده فانت عندك كذا جروب شغال في الخط ده. عندك سكافولدنج شغال في الجروب. يعني ايه؟ بيمهد المكان والليفل المستوى اللي هيتحرك فيه البايب لاين تمام؟ ويبدا يعمل القواعد اللي هيثبت عليها الخط البايب لاين والفالفز على مستوى معين حسب الاقوال مش عشوائي. معاه خريطه واقوال شغال عليها تمام؟ خلص هو يستلم منه البايب فيتر. البايب فيتر اللي هو بالراجل الجديد هو اللي بيركب الخط والدايركشن بتاع الخط. دايما على طول تلاقي البايب لاين اللي فيه مايل على زاويه 45 لحظه كل يسار ليه؟ على زاويه 80 رايت في اتجاه دايركشن مثلا كده وبعدين تلاقيه واخد زاويه وبعدين عامل ايه؟ ريتيرن رجوع. مين اللي بيسوي الخط دوت كديزاين في موضوع ان هو يسوي ميول للبايب نفسه ويعمل جراندنج ويعمل روفز؟ هو دي البايب فيه تمام؟ طيب وهو اللي بيعمل الجروف لما يجي يركب الايه؟ الفالف. طيب وبعد ما يعمل الجروف هل هو المسؤول ان هو يركب الفالف؟ الجزء اللي ما بين الفالف وبين ايه؟ وبين الفلانج؟ الفلانج اللي هي دي. انت عندك مثلا ده راكب على الايه؟ على البايب تمام؟ هيركب نفس الفلانج على ايه؟ على البايب عشان هما الاثنين يسكروا على ايه؟ يعملوا ايه؟ كلوز تمام؟ الفلانج ده لما تيجي تركبه او تحطه على البايب تحطه كده ولا بتعمل له ويلدنج؟ بتعمل له ويلدنج. يبقى اساسي في الشركه ان البايب فيتر اي بيلحم وكل شيء بس مهمته بتنتهي عند تجهيز الجراندنج والجروف ويسلم مين؟ ويسلم الويلدر. يسلم مين؟ الويلدر. الويلدر هو اللي بيعمل عمليه اللحام للفلان اللي هو في البايب. طيب ثم بيجي الويلدر استلم من مين؟ البايب فيتر تمام؟ بعد ما الويلدر استلم البايب فيتر وطور اللحام تمام؟ في شخص بيستلم من مين؟ الويلدر. الموضوع مش عشوائي، الموضوع كله ايه؟ ريكوردنج. كل واحد بيستلم مستلم بيبر، ريكوردنج بيبر، كله شغال بالايه؟ مستندات. خلاص الفايف فيتر خلص، يجي مين؟ الويلدر يستلم الفايف فيتر، يجي من يستلم الويلدر واحد اسمه انسبكتور ويلد. انسبكتور ويلد. هو بيستلم يعمل انسبكشن على اللحام ده، لان مش من المعقول ان انا اشتغل خط من غير ما اسوي له اختبارات او اسلم واستلم بالاكواد والستاندرز الموجوده داخل البلاد. لما يجي انسبكتور يستلم الويلد او الويلدنج من الويلدر فبيعمل شويه اختبارات على اللحام ده او بعض الاختبارات. الاختبارات دي اسمها ايه؟ NDT
النان استريكتس تيستنج، يعني اختبار لا اتلقى فيه. من ضمن الاختبارات دي وده جزء بس للمعرفه مش في المنهج، عندنا بعض منهم زي مثلا الفيجوال تيست، يعمل اختبار للحام بالفيجوال تيست بالنظر، ويقدر يحدد الافكتس اللي موجوده على ايه؟ على الفيس بتاع الايه؟ الولد. بعد كده ممكن يعمل له مثلا ماجنتيك تيست، ممكن يعمل له مثلا فوتوغراف او راديو فوتوغراف تيست. فعنده كذا اختبار بينفذه على ايه؟ اللحام. يقول لك ان اللحام ده 100% مظبوطه 100%. خلاص بعد ما استلم عندك الميكانيكا مينتيننس هو بتاع الصيانه الميكانيكيه، هو اللي بيركب الفار، بيجي يستلم ويركب الفار في بتاعه ايه؟ الموجود. تمام؟ يبقى في هنا نظام ريكوردنج مش عشوائي. تمام؟ ليه؟ لان الخط دوت لو انت عملت فيه سويت فيه عيب فده بيعمل بأثر على الخط كامل، يعني ممكن لو في كراك، لو في اي شيء خطأ اثناء الفلويد وهو بيتحرك من فلو فلويد او براشر زياده او براشر ناقص، فده بيأثر على الايه؟ على الخط. طيب فبعض الحاجات دي بتعمل لي سيفتي للخط الباي باي. اولا هنتكلم اليوم على نوعين، تو تايبس اوف فالفز، نوعين او ثلاثه. اول شيء المهم نتكلم في المهم الاول، الشاك فالف. الشاك فالف دايما على طول الشاك فالف ده مهم. اولا اللي احنا بنربطه او بنسكره او بنعمل له فيكسنج بعد البمب مباشره، خلاص دايما على طول الشاك فالف بيتربط او بيعمل له فيكسنج بعد الايه؟ بعد الايه؟ بعد البمب. ليه؟ عشان ما يرجع ليه؟ السائل يعمل ايه؟ بيسكر، بيخلي السائل دي بالفانكشن بتاعته ان هو ما يخليش الفلويد يعمل يوتير تاني للبمب. خلاص هو مجهز لكده، هتعمل ازاي بالتفصيل. خلاص بعد كده برضه من المهم السيفتي والريليف فالف. السيفتي فالف دايما على طول نركبه عشان موضوع البرشر، موضوع الايه؟ الضغط. لما يكون عندك البايب لاين فيه برشر زياده فلازم حاجه تمتص البشر البرشر دوت الضغط دوت، فبنعمل حاجه اسمها سيفتي ايه؟ البرشر. وبعديها بشويه وفي نفس المكان بنعمل له ريليف برشر فالف. السيفتي دوت لو انت عندك الضغط المسموح بيه زاد فالسيفتي فالف ده عباره عن ايه؟ في مؤشر، في جيج بيتحرك ان زاد عن الحد الطبيعي فبيقوم يعمل ايه؟ فاتح اوتوماتيك ويقوم ياخد الضغط اللي هو في البدايه، في بدايه المدخل ويوديه فين؟ بعد الفولف في فك الضغط. طب افرض الضغط كان اشد من السيفتي فولف، في الحاله دي الريليف فولف يفتح اشد منه بقى فياخد الضغط بكميه ايه؟ اكبر، يعمل لها تفريغ. شفت ازاي ان هو يسوي سيفتي بحيث لان من اكبر المشاكل في البايب لاين هو الموضوع البرشر بيعمل مشاكل. خلاص ده بعض من الايه؟ من الفالفات. وهنتكلم دلوقتي موضوع ايه؟ عملي. لو جينا هنا بصينا الاجزاء الفعليه اللي انتوا بطلتوها ديت، تمام؟ عندك دي اسمها ايه؟ هاند وول بتتحرك، بتركب على ايه؟ بتركب على ستيل، تمام؟ وعندك الاستيم اهوت ممكن لو انا مثلا ببطل احس ان في مشكله اثناء المينتنس، ببقى مثلا في الثريدنج وانا هنا السن هنا مربعه شكل مربع، ممكن تكون واحده مسكره، ممكن تكون واحده فيها دامج، ممكن يكون الشفط ده من هو فيه برضه دامج او بنت، فاحنا بنقدر نحدد واحنا بنعمل له صيانه، تمام؟ فاثناء الصيانه بنقدر ايه؟ ان احنا نعدل، ممكن ان انا اصنع واحد نفس، لان انا اصلا شغال الكورس اللي قبل شغال على ايه؟ اوبريشنز على النيت ماشين وعلى الميلينج ماشين، فانا اقدر اصنع واحد نفس هنا.
او ان لو مش لو انا مش قادر ان انا اعمله ايه؟ صيانه. لما تعديل يعني. تمام؟ طيب. عنده ليه؟ ماشي؟ بعد كده جيم. اهي. تركب فين؟ على السبيل. والستيم اللي بيحركه ايه؟ الهند. دي بس حاجه مساعده ان انت عندك هنا في نطه ديت. النطه ديت بيركب من الداخل وعليها من خارج من داخل ثريدنج ومن خارج ثريدنج. دوت يتحرك الستيم ده داخل ثريدنج من داخل انترنال. وعندك في نطه ثانيه بتسكر على الايه؟ على الهاند رول اكسترنال. اكسترنال ثريدنج. خلاص؟ طيب. الجزء ده اسمه ايه؟ البولين. اللي هو الغطا. الغطا بتاعت البادي بتاع الفالف. تمام؟ يبقى احنا عندنا ستيم يركب على الهاند رول، يركب على الجيت داخل البولين، يتحرك في البادي الفالف. بادي الفالف عباره عن ترو فلانج. خلاص؟ ومن داخل المدخل او المكان اللي بيتحرك فيه الايه؟ الجيت. لو بصيت هنا من الداخل عشان تعرف ليه تشوف مكان الايه؟ السيت. السيت اللي هو المقعد اللي بيسكر عليه الجيت. المقعد دوت دايما على طول تلاقيه ماتيريال غير الماتيريال الاصلي بتاع الفرن عشان يتحمل الفلويد. او ممكن يكون الفلويد دوت كيميكال بيعمل تاكل. لو انت عملت كلوز فتره والنهارده عملت كلوز وبعد اسبوع عملت كلوز، بتعمل عمليه ايه؟ سركل. بتعمل عمليه احتباس للايه؟ للفلويد. الفلويد ده عنده كيميكال فبيعمل عمليه ايه؟ تاكل. فبياكل فين؟ بياكل في الستيم اللي داخل. فدايما على طول يكون هاي كاربون ستيم او هاردنس. تمام؟ طبعا برضه من المشاكل التسريب. فدايما على طول بركب هنا حاجه اسمها جاسكت. نعمل ايه؟ ركب الجاسكت نشوف هل في ميول في السطح. فبنعمله اختبار بالدايل اندكيتور بالمؤشر الجيج. نقدر نعرف المستوى ده سيدا ولا ماستريت ولا ماستريت. وممكن يكون الجاسكت نفسه في مشكله فبنغيره وراكب جاسكت جديد. تمام؟ يبقى عندي ممكن تحصل مشكله في الجاسكت، ممكن تحصل مشكله في السيت الداخل، ممكن تحصل مشكله في الستيم، في اي نقطه من النقطات ديت. فانت تقدر ان انت تكتشفها وبعد كده تعملها عمل ايه؟ مينتنس صيانه. ده بعد ما ايه؟ ما يكون الفالف ركب واستخدم اصلا، مش يكون لسه جاي نيو. انا بقول لك بعد فتره سنه او اثنين فيقدر يحصل خلل داخل الفالف دوت. فانت بتقدر تحدد الخطا اللي هتعمله مينتنس وتبدا تشتغل عليه. طيب لو اجي انا اشتغل بعمل مينتنس في الباي لاين خط لازم يكون عندي سبير للخط ده. سبير لاين. من كل شركه لها سيستم، كل شركه لها في ستاندرز واكواد تمشي عليها. تمام؟ فهو دايما على طول في اي ديزاين لازم يكون عندك سبير لاين. لو انت حصل يعني في مشكله حصلت داخل الخط وعاوز تعمل لها تسويلها صيانه، هل انت هتوقف الفلويد؟ فانت بتعمل عمليه ايه؟ تشينج. بتعمل له تغيير في السبير وتبدا تشتغل على المشكله الموجوده ايه؟ عندك ده كان جزء بسيط وخارجي لسه هندخل في التفاصيل بالظبط واحنا مشغلين ان شاء الله براكتيكال عملي كل جزء ازاي احنا نسوي له ايه؟ مينتنس ازاي نعرف ان دي في خطا او ما فيش. فده كان جزء بسيط يعني ايه؟ الفالف او الفالفس بصفه عامه. تمام يا شباب؟